انا واحد من الساكنه ديال كاريان سان، متزوج اختي في 2007 والدوله تتقر فمك تتقول لك عندك الكاغد ديال 2008 من حقك تستافد. انا عندي الكاغد ديال 2007 وما استافد. كانوا التلاعبات في هذا المشروع هذا اللي عطى سيدنا الله ينصرو، وراه باقيين عدد ديال الاسر مشردين. عندي الجبليات، وحده عندها 11 عام وحده عندها 8 سنين. كنا تنعيشوا في البراكه انا والام ديالي ومرت با وجوج خوتي من با، كلهم استافدوا كلهم استافدوا. مرت با الله يرحمها ماتت، باقيين هنا في الكاريان، عندها الورقه ديالها، عندها الكود ديالها. من حق انا ناخذ هذاك النص اللي مخرجين لمرت با. كنا عايشين في البراكه وحده، عنوان واحد. انا باغي نعرف داك النص ديال مرت با فين مشى. وانا لا اله الا الله راه مشرد انا وبنياتي باقيين صغار. كل مره اختي وفين مره تنعيش هنا في السوق، ولادي اختي انا راه صيفطتهم عند جدهم لمراكش. مره انا تنعيش هنا في السوق، مره كل مره وفين تنطيح الراس الناس. وانا حالتي كي دايره، ولا هادي يسولوا عليا راه كاينين المقدميه وداك الشيء يديروا بحث عليا الا عندي شي ملك ولا عندي شي سكن من غير هاد البراك اللي كنا اللي كان خلي الوالد الله يرحمه. وعدد ديال الناس مشردين تيقول لهم ما بقاش. كانت ملي ريبوا لينا الكاريان كانوا جمعوا واحد 40 فرد، جمعات هاد المقاطعه ديال الحي المحمدي عين السبع، جمعوهم داوهم للحمام عاوموهم وداك الشيء وداوهم للخسر عند سيدنا. قالوا الملف ديال الكاريان راه تطوى، حنا كاع استافدنا كاع هادي، راه ما بقى حتى شي حاله. غير بقى واحد 400 اسره كلها مشرده. تنطالب بحقي بالاستفاده ديالي انا. انا مشرد كل مره وفين تنعيش، مره تمشي عاد امي، مره تمشي عاد الوالده، كاينين الدريات خواتاتي ما حاملينيش، كانوا منوضين لي الصداع مع ولادي. انا ملي شفت بحال هكا عايش في المشاكل وداك الشيء، عقبت ديت ولادي ومرتي ديت ومع عاد امهم جدهم من مراكش، وانا بقيت ندور انا مشرد تنطالب بالاستفاده ديالي. الدوله فمها تتقرب لنا، عندك الكاغد ديال 2008 من حقك تستافد. والناس استافدات ما ساكناش، كاين اللي عطى 2 مليون، كاين اللي عطى 4، كاين اللي هذه. حنا لا حول ولا قوه الا بالله، حنا يلاه مضاربين مع طرف ديال الخبز، كنا عايشين في البراكه.